أخيرا ده بيروكتو بالصدفة لقيتا أسرت قلبي ريتا السمحة أنا ناديتا أخيرا ده بيروكتو بالصدفة لقيتا أسرت قلبي ريتا السمحة أنا ناديتا سألت مين اسمها ومن فصيلة جنسها ومن سواد عينيها أجايب لي الجرسة دي ردت لي قايلة براحة أهدى ورسة دي لما سمعت حسة يا اخوانا انا حبيتها لا 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 قلت ليها لو ممكن اتعرف بك اكتر احمد اشكر المولى على نعمة المنظر لقيت في الدواخل والله اسمى وانظر بدون ما احس فرحت بمشاعري انا وريتها قالت لي معقولة بسرعة ده كله يحصل قلت ليها أنا ثانية في بعدك ما بستحمل أنا راجي بس ردي والموافقة في الأول مبروك ردت ليا وأنا ماشي بيها بيتها أنا راضي بس ردي موافقة في الأول مبروك ردت ليا وأنا ماشي بيها بيتها توبة تاني توبة لا حب لا غرام لا خطوبة جواز بس توبة توبة عبس بس تنسد الكلمات لو صلوبة ليه قلوب الناس غير صعوبة يا اخي لا 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 يا اخي لا لا ولما ما قادرين تصدقوها ايه مشاعرنا بتلعبوها ادس بس توبنا توبة لا حب لا غرام لا خطوبة توبة توبة جواز بس عطفك المسكين غدروا باعوا فيهم كلهم اشتروا يا اخي لا لا عطفك المسكين غدروا باعوا فيهم كلهم اشتروا يا اخي لا لا في ناس يا ناس ناس يا قلوبة تاني من الحب قلبي طوب عبس بس